السلام عليكم الخوت، هاني كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير ولا خير. كيف ما ديما الخوت، كيف ما ديما خوت. اليوم غادي ندير لكم واحد التوليعه، ندير لكم واحد التوليعه الخوت. وبالنسبه غنوريكم واحد الفريري ترى مات الخوت، ما كان مريض ما والو. بالزربه الغد لي لقيتو مغط، لقيتو مغط الخوت، باش تعرفوا بان راه مرض واعر. بياسه باتت ما صبحاتش، مازال بياسه ما تعذبات ما والو، ما ضربات 3 ايام ولا 4 ايام، فهمتوا الخوت، ما ضربات 3 ايام ولا 4 ايام معدي. المهم الخوت هذاك الفريريز اللي فيه الحرام مات غنوري ليكم، والوليدات هما راه بصحة جيدة ناضين الخوت، هما هما كيخافوش الخوت. هذا طلع حبيبي الخوت. اول حاجه غادي نطلقوا الحميمات، باش نقول لكم راه الجويجه راه تبات حتى هي، راه ما باتت ما صبحاتش الخوت. حمام بغى يخرج، استغليت واحد شويه ديال الوقيت الخوت، واحد التميشه، حيت الجو راك عارفين الجو راه عيان شويه، كاين البرد، كانت لي واحد التشبيشة وأنا نطلق الحميمات. تولاو ليا الخوت، تولاو سي سي. تفلاك الخوت، شو الغرابي. تبارك الله. خوت هذيك الريشات اللي اللور، هذيك اللي الريشات الخوت كانوا مهرسين لي وحيدين لي باش يجيبهم جداد. كيبان لكم زيت القزيبه ديالو، واحد الريشات محيدين، راني حيدتهم لي الخوت باش يجيبهم مزيانين. وليدي تعرقوا الخوت، يا سبق الداخل لنضيزة اختي خرج لنضيزة بغي يخرج الخوت. بالنسبة للخوت راه الجويجة قلت لكم راه بعتها الغرابي، هذاك الخوت اللي مع الغرابية راه درتو تما فردتو الجويجة اللي كانت تما الخوت راه تباعت. راه البارح قلت لكم الفيديو تحط سخون، دام مولاهم توا دام سخان هاك. الزيت القرطاسي، زيت هاك الزيت. خوت كما قلت لكم الحمام تكياكل عاد كيولع. دابا الخوت غادي ندخلو غادي نفهموكم بالنسبة للدجاجة الخوت، راه غنحيدو من هنا. أي واحد كيكتب ليا أي واحد كيقول ليا الخوت، راه كنتصنت ليكم الخوت، راه ماشي أي حاجة كنعرف ليها. المهم الخوت منطولش عليكم، الدكيرة فردتو الخوت هنا هاهو. بالنسبة للجويجة اللي قلت ليكم الخوت، الجويجة راه تباعت، الجويجة تباعت. بالنسبة لواحد الدري قال لي الحمام راه ولف عندك وهداك الشي وبعتيه، الخوت حنا بغينا كاملين نتولو، ماشي تولع بوحدي ولا كلشي. اي واحد بغى شي حاجه نبيعها ليه. الحميمات اللي كنقول لكم راه ماشي للبيع، راه ماشي للبيع. دابا بقات عندي حتى بياسه الخوت، بالنسبه للنحاس راه تبعت هو عريج. وبالنسبه للدجاج الخوت راه غنحيدو من هنا، هنا غيبقى الحمام باش تفهموا، هنا غيبقى الحمام باش غادي نضوا المسائل الخوت. الغرابي باغي يخرج، ولكن مزيان الخوت يتفرد تفرد باش يعطينا ثاني داكشي اللي بغينا. هاد الوليدات ديالو راه خديناهم تنشوفهم كي غيطلعوا. انا الخوت راه مبغيتش نطلقو، مبغيتش نطلقو الخوت، وفهمتي هاد الذكرى ولفتو صراحة.
بالنسبة لنتي راه كلان دايزر راهو كياكل ليه، وبالنسبة لوليدات راه هما مهم ربق كتوكلو، مهم ربق كتوكلو. بالنسبة للقرطاسي راه تسكوبا مع ديك الكرابية، علاش قلت لكم انا القرطاسي شي واحد جات مجلاب مجالي بالخوتة، ماشي واحد مجلوباته، الخوت واحد جات مجلوباته. جيعانة الخوت، نحاولو غادي نديرو لها الرتزة، إلا بغات تكمش هاهي على نقدر نشدها بيد، يا مع الجوع، مع الجوع نقدر نشدها بيد. قاتل الجوع الخوت، الله يحلم الماكلة الخوت، جيعان. هيا الخوت غادي تحط شيا أغرابي جاي الخوت، خوت دير الذبيحة هادي. حرام الوز غير نخليها دي 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 طاحت 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 دي دري على دي 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 هاتي ما غاتحط مع خباط الخو دي 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 حرام طاح،
رقابته ما بغاش تدخل الخوف، والله ما بغيت تدخل. شاش هيا رجعت. ايوا خوت صافي راه مشيت بحال هكا، بقا مقابلينا عطوي شادني لنا فيديو، عطوي فيديو ها بوحدها. المهم الخوت كيما شتو راه هما الوليدات راه كياكلو، باقا كتوكل فيهم نتيو. دابا نقول لكم الخوت بالنسبة لك الطريقة اللي درت الخوت، بالنسبة للطريقة اللي درت هنايا دابا راه جويجه، راه خصك دير العملية تبدل تحول ليهم البيض ديالها، راه خصك تسد عليها في واحد البلاصة بوحدها، فهمتوني الخوت؟ راه ماشي تحطها في شي بلاصة وتقول حكا غيريحو عليا، خصك تسد عليها تكون محروسة. هادو هو اللي كاين الخوت بالنسبة لديك الدار اللي كتبعت لي الغرابي الخوت والقرطاسية، راه فرخو ليه قال لي شنو كلهم وداك الشي. خويا عطيهم الميلونج دابا من عندهم الفراخ، عطيهم الميلونج، الميلونج راه مزيان. وبالنسبة كما قلت لكم الخوت راه التحميمات راه غادي ان شاء الله غادي نديرهم هنايا، غادي نديرهم الخوت هنايا. وبالنسبة للدجاج راه غادي نوريكم ان شاء الله ملي غادي نحولو، راه غنوري لكم فين غنديرو. شحال من واحد قال لي حيد حيد الحمام مع الدجاج، حيد الحمام مع الدجاج. توا القلب حل لي التريكوت. شحال من واحد قال لي يا خوت حيد حيد الحمام مع الدجاج، حيد الحمام مع الدجاج. كما قلت لكم الخوت راه غادي نحيدوه دابا. وبالنسبه للكاير غنوريه لكم دابا اللي مات. مين جاب هذاك الفروج؟ رقا تمت هو الخوت، ان شاء الله ناخذوا لها شي تكير ديالها في المستوى. بالنسبه للدراري اللي بغا يديروا الفلارس وداك الشيء، لما كنتي تعرف الفلارس اخويا في البرد بلا ما دير، خليتها يسخن الحال وديرهم، حيت واخا يسخن الحال واخا بنادم ما يعرفش اليوم بعدا راه كيبقاو، حيت هما كيبغيو الدفا. هذا هو اللي كاين الخوت ان شاء الله. يلا الله يعاونكم الخوت، فيديو الجاي غنوريكم حاجه اخرى اللي صوبت، نوريكم ان شاء الله ملي غنصوب تما الوليدات ملي غندخلهم الغرابي ان شاء الله، راه غادي ندخلوا ليه الكار ديالو. ها هو الكار ديالو الخوت الغرابي، راه غندخلوا ليه الكار ديالو، غادي نضربوا ليه فشي بلاصه باش ملي نطلقوه يولف. دابا الغرابي دابا تصور الغرابي بلاتي ولد، دابا تصور الغرابي دابا ونسد عليه هنا واحد المده، نعطيك غير جوج سيمانات نسد عليه هنا ونحيد ليه كرياج. راه دابا منين غادي يولي يهبط ياكل راه غادي يطلع، راه هاد البلاصه هي اللي غيحكم معايا الخوت ما معاياش. حطو حطو هو الخوت شيه. فقت الصباح لقيتو ميت، ما كان مريض ما والو، هادشي راه عادي الخوت، هادشي عادي ميبقاش فيك الحال الخوت، تبقى فيك الحال إلا مشات لك الصحة، فهمتي؟ مشات لك الصحة، الصحة هي كل شيء الخوت. أما كل شيء كيتخلف، الفلوس كتخلف، الحديد كيتخلف، الحيوان كيتخلف، هذا هو اللي كاين الخوت. المهم إن شاء الله الفيديو الجاي حيد الله يعاونكم الخوت، غادي نوريكم الكمالة.